عندما تنقدح المصيبة يذكر الله، يلجأ إلى الدواء. وين 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 هذا الدواء اللي كنا زمان عم نقول عنه؟ هلا صار وقته ندعي الله عز وجل. لا يستجاب هذا الدعاء، هذا الدعاء لا يستجاب. ليس هذا هو الدعاء الذي وعد الله العبد بالاستجابة له. الدعاء الذي وعد الله بالاستجابة له هو الدعاء الذي ينبئ عن عبودية الإنسان لله، وهذه ليست عبودية. أي واحد احتاج لموظف يروح لعند منه، بجوز يكون يعني ما بيعرفه اطلاقا، بيقول له انا لي حاجة عند منك اعطيني اياها كذا كذا الى اخره، بعدين بس تنتهي حاجته بدير داره بيمشي. نعم، هكذا يتعامل العبد مع الرب؟ لا، معاذ الله. هذا الذي نقوله ايها الاخوة هذا كلام الله، وهو كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تحققت الشروط فإن الشأن أن يستجيب الله عز وجل. ثم إذا تحققت الشروط وتحققت هذه الأحوال أيضا، فلا شك في أن الله عز وجل يستجيب عندئذ. نحن بكل مناسبة نقول جوابا لبعض الإخوة الذين يسألون ويلحفون في الأسئلة ويرسلون رسائل ونحو ذلك، قل أيها الإخوة، إذا أردنا أن ندعو الله لأنفسنا سبيل دفع ثمن الاستجابة سهل. عندما تدعو لنفسك سهل جدا أن تدفع ضريبة الاستجابة. توبة، تتوب إلى الله، رد المظالم، ترد المظالم إلى أصحابها. تدعو بدافع العبودية لا بدافع الحاجة العارضة لله سبحانه، تملك هذا. فإذا كنت في حال من هذه الأحوال الأخرى هذه نعمة أخرى. إذن أنت تملك أن تحقق لنفسك أسباب الاستجابة. ولذلك إذا دعا الإنسان لنفسه وكانت الشروط متوافرة لا يمكن أن يرتاب الإنسان في استجابة الله له. لكن عندما تدعو للآخرين، طيب والآخرون لم يتحققوا بشروط الاستجابة، لم يتحققوا بشروط، هل يستجيب الله؟ لا. وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمن يدعو الرجل فيه لخاصة نفسه فيستجاب له، فيدعو لعامة الناس فلا يستجاب له. لماذا؟ لهذا السبب الذي أقوله. يعني عندما أقول وأسأل الله عز وجل أن يغيثنا وأن يمطرنا وما إلى ذلك، طيب هذه الأرض التي ابتلاها الله بالجدب ابتلاها لسبب، أليس كذلك؟ لسبب، وهذا السبب معروف درسناه وكم تحدثنا عنه وقلنا عنه. نعم، المعاصي سبب، الظلم سبب، نسيان الله سبب، الاستكبار على الله سبب، الاستكبار على الله سبب من أهم الأسباب. طيب، فإذا كان هذا هو السبب والسبب لم يرتفع، معنى ذلك أن موجب هذا البلاء مستمر، إذن سيستمر. مع العلم أن الله في كثير من الأحيان يكرم، يتجاوز، يغفر، يعني يهب الطالح للصالح، لكن ليس هذا هو قانونه. الباري عز وجل إذا توعد نفذ وعيده، لكن في كثير من الأحيان يسامح، يسامح، نعم، لكن السماح مو مضمون، أبدا مو مضمون بشكل من الأشكال. إذن كما أننا نلحف على الله في أن يستجيب دعاءنا ويرفع المصائب عنا، ينبغي أن نلحف أيضا على أنفسنا وعلى إخواننا في أن يرفعوا الظلم، في أن يردوا المظالم. وكلكم يعلم الظلم الذي يمارسه الناس بعضهم في حق بعض، والأمثلة أنتم أعلم مني بها. أسواقنا تفيض بأنواع الظلم،
معاملاتنا ما بين المواطن والموظفين تفيض بأنواع الظلم. الرشاوي التي نمارسها نسينا أنها رشاوي، أصبحنا نتصور أنها حق مكتسب. نعم، طيب، هذه الأمور كلها لا داعي إلى أن نذكر أمثلة عليها. البذخ والترف كل ذلك تعرفونه وتعلمونه، وبعد ذلك كله وأشنع من ذلك كله وأخطر من ذلك كله الاستكبار على الله وعدم الرضا بالخنوع لله عز وجل. كيف يمكن أن يستجاب الدعاء عندما لا يكون الدعاء دعاء الشخص لنفسه، وإنما هو الدعاء لعامة المسلمين؟ لابد أن تتحقق الشروط. فإن قال قائل ولكن رسول الله قال دعاء المظلوم مستجاب، والله دعاء المظلوم مستجاب بشرط أن تتوفر شروط الدعوة. لو إنسان فاجر وقع عليه ظلم وهو فاجر ودعا الله قبل أن يتوب من فجوره، بقي عاكفا على فجوره ودعا الله عز وجل، ما في ضمانه أنه يستجيب، لأن الباري عز وجل قد يستجيب، لكن ما في ضمانه كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا لا شك سيستجيب. كأن الله يقول للمظلوم طيب أنت مظلوم وفي نفس الوقت ظالم، أنت مظلوم من قبل فلان وظالم من قبل نفسك، فما لك تعكف على ظلم نفسك؟ والقرآن دائما يصف الفاسق بالظالم لنفسه، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي هم الظالمين لأنفسهم. نعم، فهو ظالم لنفسه. لو كنت عطوفا على نفسك لأمسكت عن ظلم نفسك ولا تبت إلى الله حتى لا تقع في عذابه وسخطه. نعم، تب إلى الله ثم ادعو الله سيستجيب لك وسيلاحق الظالم بأشنع العقوبات. نعم، عندما من عادة رب العالمين أنه يبتلي ظالما بظالم، هذه من عادة رب العالمين. طيب، الظالم مظلوم والمظلوم ظالم، وكل منهما يمكن أن يدعو. طيب، الباري عز وجل يسلط هذا على ذاك وذاك على هذا، لكن عندما كل يتوب كل منهما يستجيب الله سبحانه وتعالى لكل منهما في الواقع. هذا الكلام ينبغي أن نعرفه جيدا أيها الإخوة. دعاء الوالد أبو في رواية أبي داود لا توجد كلمة على ولده، وإنما هي موجودة في رواية الترمذي. طيب، فإذا أخذنا برواية الترمذي ودعاء الوالد على ولده، هل هذا يعني أن الوالد إذا دعا لولده لا يستجاب، وإنما يستجاب فقط إذا دعا على ولده؟ لا، هنا لا يوجد مفهوم مخالف كما قال العلماء. يعني طيب، ليش لكان النبي عليه الصلاة والسلام خصص دعاء على الولد، ما قال ودعاء الوالد لولده؟ لماذا؟ عطفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الولد، وتحذيرا للوالد، يعني كأنه يقول له احذر أن تدعو على ولدك فإن دعاءك عليه سيستجاب، لذلك إياك لا تستعجل. فهذا الكلام فيه حيطة وحمل للوالد على أن يكف لسانه عن إيذاء ابنه أكثر. أما دعاء الوالد لولده فهذا شيء طبيعي، يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء الوالد لولده، لكن بشرط أيضا أن يكون الوالد قد تحقق بالشروط التي ينبغي أن تتوفر في استجابة الدعاء. بقي شيء واحد، الوالد الذي كان هو السبب في انحراف ولده وسوء تربيته وإهماله حتى نشأ منحرفا، ثم أخذ يدعو الله عز وجل له بالاستقامة،
هذا من الحالات التي لا يضمن فيها الاستجابة. عندما تقصر في تربية ابنك وقد أمرك الله أن تربيه، عندما تقصر في مراقبته وتحبيب الإسلام إلى قلبه وغرس القيم الإسلامية في فؤاده وتدعه للظروف والفرص وأصدقاء السوء، وما أكثر أصدقاء السوء في هذا العصر بالذات، نعم، وتعتذر كلما ذكرت بهذا الواجب بأنك مشغول بتجارتك، مشغول بصناعتك، مشغول بوظيفتك، مشغول بأسفارك، شؤونك، ثم فتحت عينيك بعد أن ذهبت الفرصة السانحة وإذا بابنك شاردا فاسقا منحرفا تائها، ثم أخذت ترفع يديك وتجأر إلى الله بالدعاء. هذا ليس دعاء. الإنسان الذي يقبل إلى الله بالالتجاء يسمع أوامره وينفذ وصاياه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، نعم. ولذلك فإن الله عز وجل كثيرا ما يعاقب الآباء بأبنائهم بسبب إهمالهم لهم. تربية الولد من أهم الواجبات التي كلف الله عز وجل بها الآباء. ويخطئ من يقول: أنا أتعبت نفسي جدا جدا في رعاية ابني وتأديبه لكنني لم أتمكن. يخطئ، يخطئ. لماذا؟ هو تأخر في القيام بالمهمة. لو أنه بدأ بمهمة التربية منذ أول الطريق، منذ أول المراحل، إذن لوجد أن عمله أثمر. لكن مثلا أحدهم رزق مولودا فجاء يسعى إلى صديق له متخصص في التربية وعلم النفس ودين، قال له: لقد رزقت الليلة مولودا، أرجو أن تضع منهاجا لتربيته، كيف أسلك سبيله إلى التربية المثلى؟ قال له: لقد تأخرت كثيرا، تأخرت ليلة ورزقت مولودا أقول. قال: نعم نعم، تأخرت كثيرا، كان عليك أن تخبرني منذ أن فكرت بالزواج، منذ ذلك الوقت ينبغي أن تضع منهاج التربية، لأن من أسس التربية الأب والأم، هذه حقيقة معروفة جدا. التربية يقوم بها كل من الأبوين، لا يقوم بها طرف دون طرف بشكل من الأشكال. هذا المعنى لو تحقق، لو أن الإنسان راعى منهاج التربية منذ نقطة الصفر، منذ البدء، الباري سبحانه وتعالى يستجيب. وأنتم تعلمون المراحل التي تتعلق بتربية الطفل قبل أن يأتي الطفل، وكلها لتربية الطفل وقبل أن يأتي الطفل، والحديث عنها يطول في الواقع. فالذي يشكو أنه بذل جهدا ونصح وما إلى ذلك ثم لم يأتي نصحه بأي ثمرة، نقول له: أنت الذي قصرت، والباري سبحانه وتعالى لم يقصر. نعم، هذا الواقع ينبغي أن نعلمه. والذي يقول أيضا: المدرسة تغني، تغني، ولماذا وجدت المدارس؟ من أجل إراحة الأبوين. هذا أيضا خطأ في التصور. علماء التربية يقولون المدرسة عامل من سبعة عوامل من عوامل التربية، عوامل التربية المباشرة غير المباشرة، سبعة عوامل، وأهمها وأعظمها وأجلها البيت، لأنه عامل تربوي مباشر. نعم، بعد ذلك يأتي دور المدرسة. نعم، أما أن تنسخ وظيفة الدار معتمدا على المدرسة فهذا خطأ فادح جدا. نعم، مهما كانت حال المدرسة هي عامل من جملة العوامل التي ينبغي أن يلجأ إليها الإنسان. طيب، قال العلماء: أصيب الأب بولد غير صالح، سيء،
منحرف، هل له أن يعالج سوءه بالدعاء عليه؟ لا يجوز ذلك. لا ينبغي أن يشفي غليل نفسه بالدعاء على ولد غير بار، ولد عاق، ولد يسيء. السبب أنك تخاطب الله بالدعاء عليه. طيب الإله الذي تخاطبه يملك أن يهديه كما يملك أن يعذبه، أليس أولى لك وله أن يهديه؟ فبدلا من أن تدعو الله سبحانه وتعالى عليه، ادعو الله له. ومهما أوذيت من قبله ومهما أساء إليك، فينبغي أن يكون دعاؤك له لا عليه. هذا الكلام يوجه إلى الآباء وإلى الأمهات معا، إلى الآباء والأمهات معا. كثيرا ما الأم عندما تغضب ويشتد غضبها، على الرغم من أن المرأة عاطفية، لكن حقيقة علمية معروفة، المرأة العاطفية في ساعة من الساعات تصبح أقسى من الرجل. نعم، وهذا شيء معلوم. نعم، فعندما يشتد غضبها على أولادها تدعو الله عليهم، هذا غلط ولا يجوز ذلك. بدلا من هذا ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية، لهم ولغيرهم. أشرس الناس، أكثر الناس انحرافا عن صراط الله عز وجل، ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية، لأن الله إذا هداهم تصلح أحوالهم وأحوال الذين يوجدون فيما بينهم. نعم، بينما لو دعونا الله عز وجل عليهم سيزدادون شراسة وسيزدادون سوءا، وفي هذه الحالة قد يصيبنا رشاش من سوءهم ويصيبنا رشاش من انحرافاتهم. فما ينبغي أن نحرك ألسنتنا لهؤلاء وغيرهم إلا بالدعاء لهم. ولعلكم تذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما حاصر الطائف، مدينة الطائف، حوالي 20 يوم ولم تفتح، ما شاء الله للمسلمين أن يتغلبوا، تركهم وعاد إلى المدينة. ذكر له بعض أصحابه قائلا: يا رسول الله ادعو الله على ثقيف. فرفع يديه وقال: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم مؤمنين. بدلا من أن يدعو عليهم دعا لهم، واستجاب الله دعاء رسول الله فجاءوا مؤمنين، والحمد لله رب العالمين.